يعني اسمه مثلا ده ممكن هجيب ايه؟ عندي ايه؟ ادراك. طيب هنوصل لمستوى الادراك.
بتضرب ازاي عشان ما يجيش مساحه في الضغط خلاص لازم يتغير. حد فيكم عايز يبقى رابح؟ حد فيكم عايز يبقى منتصف زينه؟ حد فيكم عايز يسمع الوداعات على الموقف بقى بابا بقى حلوه يعني متفقين احنا متفقين هنرفع الايه ولا طيب مين اللي عايز بقى مين اللي عايز بقى بلاش الشاكل. بس
طيب لو احنا من دلوقتي قلنا انا عايزه
نقدم لهدف لنا نفسه الطريق الجاي عليه. هو بيقول انا عايز ارتبط من دلوقتي على مصيبة يعني. حد بيقول يتجوز البنات ولا تتجوز قدامها في البيت. هنعمل زي